شبيهة الجدار موجودة في محيطات ضخمة تغطي 70% من مساحة الكوكب. المياه الصافية هي خاصية مميزة بالنسبة للنظام الشمسي، لا يوجد أي كوكب آخر حول لديه مياه صافية مثلها. وعلى أن المسافة بين الأرض والشمس مثالية، ليست بعيدة جدا ولا قريبة. كثافة الأرض وحجمها مناسبين لتحافظ على غلاف جوي يرفع ويحافظ على حرارتها. بسبب وجود المياه السطحية والغلاف الجوي للأرض، يمكن لفريق الهدى العيش والتطور. See you.